السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا ملك؟ سامعيني كويس؟ حلوين؟ ماسة ازيك؟ الحمد لله يا حبيبتي. طيب خلينا نقول بسم الله كده ونبدأ مع بعض. ذكرنا ليه سليبسيون يا شباب؟ أيوة يا مس، أيوة. طيب أنا هقول الجملة وانتوا تكتبوا التحية، تمام؟ لو ماتان اون دي بعد كده لانوي اون دي. انا عايزه نفتح المايك كده واحنا كلنا بقى، يعني ايه، مفيش ولاد معانا النهارده، كان بيبقى معانا يوسف، فايه تفاعلوا معايا، ولا انتوا لسه نايمين؟ يلا فوقوا لا كده، يلا لانوي اون دي. قولي الإجابة كده. بوني بوني تغيب. يلا مس أيوة، الصوت بيقطع عندك كلكو. لا صوت ما اللي بيقطع نعم. صوت ما اللي بيقطع صوت نحاول بس نظبط الإنترنت عندنا كده عشان الدنيا تبقى مظبوطة معانا. يلا يلا، لابغي ميدي اون دي، انا بغامي لو سوار اون دي. اكسلون. بصوا يا جماعة، أنا مش عايزة أسمع بوني بوني سوار، هي بونسوار بونسوار. بعد كده بوغ ساليي لي زامي اون دي، تاني تري بيان، بوغ ساليي لي زامي اون دي. بوغ غراند كونجي، وخدنا ليها كذا حاجة. أدوما عندك أدوما و وخدنا ايه تاني؟ نعم؟ أدوما و أوروفوار، وخدنا كمان تشاو، صح؟ تشاو وأبيانتو. أبيانتو صح جدا.
عندي ايه تاني؟ ايه كل التشكيلات؟ تمام. عندي النهاردة بقى هناخد آخر حاجتين، اللي هو بوغ ريميرسيي. أنا طبعا بعد الحصة بتبعتولي الدكتيل اللي انتوا كتبتوه، بنصوره وبنبعته على الجروب، تمام كده؟ النهاردة بقى هنكمل بقية تحيات. أنا خلاص كده عرفت إزاي لما أجي أتعرف عن حد، أو أتعرف أبدأ كلامي مع حد، هبدأ كلامي بإيه؟ بالتحية، دي معروفة في أي لغة. طيب أنا بعد ما خلصت التحية وعرفتها، في شوية كلمات كده المفروض إن أنا أبقى عارفها علشان لما حد يقولها لي أو أتحط في موقف معين، مثلا عايزة أشكر حد هقول له إيه؟ لما أجي أقول لك بور ري مار سي أون دي بور ريميرسيي. يعني ايه ريميرسيي يا بنات؟ نشكر. حد جايب لك كادو، حد بيقول لك كلمة كويسة، حد مقدم لك حاجة، حد ساعدك، فالمفروض ان احنا بنشكره. هنشكره نقول له ايه؟ على فكرة كلمة كلنا بنستخدمها عادي، حد عارفها؟ وجاي كمان من كلمة ريميرسيي. محدش عارف؟ طب حاولوا ميرسي تنطقوا كده. ايه؟ ميرسي ميرسي، تري بيان، ميرسي، شكرا. طيب لو انا بقى حد قال لي ميرسي، هرد عليه اقول له ايه؟ دوغ يا. يبقى ميرسي ردها دوغيا. ميرسي دوغيا، يعني ايه دوغيا؟ العفو. تمام كده. يبقى بور ريميرسيي اون دي ميرسي. طيب لما حد يقولي ميرسي برد عليه اقول له دوغيا. طيب لو انا دلوقتي عايزة اعتذر من حد، يعني مثلا دلوقتي لين اخذت القلم من ملك، والمفروض هترجعه لها تاني، فالقلم اتكسر غصب عنها، مش بمزاجها يعني، فهي عايزة تعتذر. pour s'excuser. s'excuser عارفين في الإنجليزي برضو الverb ده جاي زيه بالظبط. في الإنجليزي يعتذر يعني إيه؟ excuse تقريبا، صح؟ الإنجليزي عشان اعتذر بقول سوري. اه طبعا بنقول سوري، انما هنا لا، excuse اللي هو الاعتذار، تمام؟ زي ما بنقول مثلا ايه excuse me، صح؟ الانجليش نفس المعنى pour s'excuser، عشان نعتذر. اون دي بنقول ايه؟ باردون. باردون خدناها صح
خدناها وبنيتها يوم ما خدنا النزال مع الحروف، وجبت لكم شوية كلمات داخل فيها النزال، صح ولا لأ؟ يا بنات أيوة، أنا عايزاك تفتحوا المايك كده وتتجاوبوا معايا. باخدو يعني إيه؟ آسف. طب أنا لو حد قال لي أسف. باخدو هرد عليه أقول له إيه؟ فاكهة. لا عليك يعني، ولا يهمك. يبقى أنا عندي النهاردة خدت حاجتين جداد، لما أجي أشكر حد والرد بتاع الشكر، ولما أجي أعتذر لحد والرد بتاع الاعتذار. ميرسي ليا شكرا، ردها دغيا. ميرسي دغيا، ميرسي دغيا، ميرسي دغيا. الكلمة والرد، هقول ميرسي لما اجي اشكر حد، وهقول دغيا لو حد بيقول لي ميرسي. طب لو انا عايزه اعتذر بقول باردون. انا ماشيه وكنت خبطت في ملك، هقولها باردون اسف، فهي تقول لي باغراف. في حاجه صعبه؟ في حاجه صعبه يا بنات؟ نو ذكاء. النهارده بقى بما ان احنا اخذنا التحيات، ودي اول خطوه في بدايه الكلام او التعرف على اي شخص، او فتح حتى حوار ما بيني وما بين حد، تمام؟ عندي بعد كده لازم ابقى عارف الضمائر. ايه هي الضمائر؟ الضمائر اللي هي ضمير متكلم زي انا، نفس الحاجات اللي عندي اللي انا واخدها في العربي في الانجليزي كمان. بسط الحال انا زائد المايك مفتوح يا جماعة. عندي بعض الضمائر، عندي ضمائر مفرد وضمائر جمع. ايه هي بقى ضمائر المفرد؟ انا، انت، او انتي، هو، هي. وخلينا نركز عليهم كده النهارده. ايه هما ضمائر المفرد؟ انا يعني ايه؟ انا يعني جو، انت يعني تو، هو يعني إيل، هي يعني آل. تاني كده احفظوا معايا بالأغنية كده، أنا يعني جو، أنت يعني تو، هو يعني إيل، هي يعني آل. أنا يعني جو، أنت يعني تو، هو يعني إيل، هي يعني آل. طب حد يعرف يقول لي انا امتى بستخدم الجو؟ يعني انا دلوقتي معايا 4 ضمائر مفرد، هاخد كل ضمير واعرف بستخدمه امتى. تفتكر الجو دي هكتبها امتى وهستخدمها امتى في الجملة؟ عن نفسي أكيد طبعا. طبعا عن نفسي الجو بستخدمها لما أكون أنا اللي بتكلم عن نفسي، بقول لك معلومة عن نفسي. لما أجي أقول لك كده جو مابال صبري، أنا اسمي صبري، أنا اتكلمت عنك، اتكلمت عن ماسا، اتكلمت عن لين. لا لا لا،
انا بتكلم عن نفسي، بديكي معلومة عن نفسي. طب مين اللي يقدر يستخدم الجوز؟ الشخص اللي بيتكلم لوحده مش حد تاني. انا بتكلم عن نفسي، شخص تاني بيتكلم عن نفسه. لين مثلا بتتكلم عن نفسها، فهتكتب لي جو، انا اسمي كذا، انا عندي كذا، انا سني كذا، انا بحب الرياضة الفلانية، وهكذا. طيب التو، طب خلينا كده نبص على العربي. العربي يعني حتى المعنى بالعربي، انا مثلا كان الضمير متكلم جو، يبقى اللي بيتكلم هيستخدم جو، لما بيكون بيتكلم عن نفسه هيقول جو. طب اتو اللي هو انت او انتي، بستخدمها امتى؟ لما أخذ بالظبط. ليه؟ لأن تو ضمير مخاطب. يعني إيه بقى ضمير مخاطب؟ يعني لازم يعني أنا بقى أكون بخاطب شخص قدامي، بكلم مين، بوجه لها كلام، بقول لها إنتي اسمك إيه؟ إنتي ساكنة فين؟ بتحبي أنهي مادة؟ إنتي عندك كم أخ وأخت؟ إنتي بتحبي الرياضة أنهي؟ وهكذا. ده التو. لازم يكون كلامي موجه لشخص مباشرة، ما فيش ما بيني وما بينه وسيط. فاهمين؟ يا إما بكلمك وإحنا زي ما إحنا في الحصة كده بنتكلم، يا إما بتصل بيكي بالتليفون وبكلمك بقولك إنتي كذا عملتي كذا ومعرفش، يا إما ببعتلك رسالة بقولك فيها انت ذاكرتي، انت كتبتي الواجب، انت مش عارفه ايه. انت ينفع مثلا اكون انا عايزه ابعت رساله لين وكاتبه فيها، او مثلا هنقول مثلا لندى عشان ندى ما حضرتش معانا النهارده، هبعت رساله لندى وعايزه اقول لها انت كويسه، انت ما حضرتيش النهارده ليه؟ واقوم واخد بدل ما ابعت الرساله على ندى اقوم بعتها على الايه، وانا كاتبه فيها انتي ما حضرتيش الحصه النهارده ليه. فلين بقى المفروض هتقول لي ايه يا بنات؟ لين المفروض هتقول لي ايه ده يا مس، انا حضرت، حضرتك بعتها بتقول لي انتي ما حضرتيش، لا انا حضرت فعلا النهارده، لا لا ده انا بعت الرسالة لندى، ويبقى حضرتك استخدمتي الضمير الغلط. ما ينفعش حضرتك تستخدمي تو والكلام مش موجه مباشرة للشخص اللي انت عايزة تكلميه. لازم يكون الشخص موجود معايا، مش لازم يبقى موجود معايا قدامي، موجود معايا بكلمه، ببعت له رسالة مباشرة، بكلمه في التليفون، ببعت له جواب في الخط بقول له انت، ببعت له ميل، ايا كان الوسيلة. المهم ان تو طالعة مني انا، من المتكلم لمين؟ للمخاطب مباشرة، الشخص اللي قدامي اللي بوجه له الرسالة مباشرة، ما فيش وسيط ما بيننا. ماشي؟ طيب الإيل هو حد عارف بجيبها إمتى؟ بتتكلم عن شخص مش موجود جميل. معلومة كمان أو نقطة كمان، بتكلم عن شخص مفرد مذكر غائب، مفرد مذكر غائب. يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ مثلا يوسف
مش موجود. انا ممكن اقول لكم هو مسافر، هو بعت لي رسالة واعتذر ان هو مش هيقدر يحضر الحصة النهارده. هو بعت لي الدكتيه هو كذا. طب انا ليه بقول هو؟ لان انا بتكلم عن شخص غائب، شخص مش موجود معايا، تمام؟ طيب الإيل دي الشخص ده ليها شروط ان انا اجيب الإيل؟ ايوه طبعا، مفرد ومذكر. بصوا يا جماعة، عايزة اقول لكم معلومة كده هنستخدمها كتير في الحاجات اللي احنا هناخدها بعدين. انا عندي اي اسم، اي اسم ايا كان، في اللغة الفرنسية ما عنديش حاجة اسمها عاقل وغير عاقل. الضمائر، انا بتكلم تاني في الضمائر. يعني انتوا مثلا عندكم في الانجليزي ات لغير العاقل، لا انا ما عنديش ات دي خالص من الغير. انا عندي الاسم ليه حاجتين بصنفه عن طريقهم. اول حاجة النوع، يعني ايه نوع الاسم؟ اسم ده مذكر ولا مؤنث؟ وتاني حاجة العدد، مفرد ولا جمع؟ ما عنديش حاجة تالتة. يبقى انا الاسم عندي عشان اوصل للمعلومة الصحيحة أو أوصل لاستخدام الضمير الصحيح لازم أبقى عارف الحاجتين دول، لازم أبقى محدد الحاجتين دول في الاسم. الاسم ده أول حاجة نوعه مذكر ولا مؤنث؟ اسم ده مذكر ولا اسم مؤنث؟ تاني حاجة عدده، الاسم ده مفرد ولا جمع؟ فهمتوا؟ طيب انا دلوقتي بتكلم عن المفرد، فعشان كده حاطه معاها الإيل. طب ادي العدد، طب النوع مذكر، وده اول ضمير استخدم فيه النوع. ليه؟ لان انا ممكن كصابرين استخدم الجو عادي، ما حطيتش اي شروط ان جو بيستخدمها شخص او متكلم مؤنث. الجو مذكر بيستخدم، يعني يوسف ممكن يقول لي جو مابل يوسف عادي، انا كصابرين بقول جو مابل صابرين عادي. يبقى جو ما استخدمتش فيها نوع، مش محدد، انما ايه اللي متحدد فيها؟ اهو انا اصلا كده كده محدده من الاول العدد مفرد، كل الضمائر دي كده مفرد. طيب التو قلت لكم مخاطب، طب المخاطب ده مذكر ولا مؤنث؟ ها مذكر ومؤنث. جميل، ليه مذكر ومؤنث؟ انا قلت لك هنا انت او انت، يعني انت لو بتكلمي يوسف وبتقول له انت اخذت كذا استخدمي التو، ولو بتكلمي حد من صحابك وبتقول لها انت رحتي الحفلة هتستخدمي برضو التو. يبقى المهم ان الشخص اللي انت بتوجهي له الكلام شخص مفرد، حد واحد بس، انما كانوا التو ما عندهاش مشكلة، مذكر ومؤنث معاه. جينا بقى عند الإل وبدأنا بقى نحدد. يعني ايه بدأنا نحدد؟ وصلنا معلش المذكر عن المؤنث، حد غائب فصلت بقى المذكر عن المؤنث. الإل احنا عرفنا العدد،
عددها ايه يا بنات؟ مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب النوع بتاعها هي ليها نوع؟ ايوه. الإل مذكر عايزة مذكر. طب حد يجيب لي مثال كده على الإل؟ مين؟ حد يجيب لي مثال كده. انا حاسه ان في حد بيتكلم بس انا مش سامعاه. الإل دي بستخدمها امتى؟ لما اكون بتكلم. قولي يا لين. أقول إن كلمة لا نعم. أنا عندي كلمة بالفرنسي هو يأكل بالفرنسي لا المثال هو مش، انا دلوقتي بقول انا، احنا كده دخلنا في الجملة، بس خلي بالك انا ما عنديش مشكلة هو يأكل، انا عايز اعرف انا امتى بستخدم الايد. لما بقول مذاكرة طيب مش بتكلم على حد غائب زي مين؟ زي مثلا يوسف، زي علي، زي آدم. كل دول مالهم؟ مش موجودين، هما مش موجودين معانا فعلا. فأنا لو عندي يوسف في الجملة هبقى عارفة إن يوسف ده ممكن أشيل اسم وأحط إيه، بدل ما أقول مثلا أهو يوسف في لي ديفوار. يوسف بيعمل واجباته. لو جيت قلت لك شيلي يوسف وحطوا لي ضمير، هستخدم انهي ضمير؟ طب انا مش عارف ولسه يعني متلخبط او متلخبطه كده، مش عارفه انا هعمل ايه. بصوا يا جماعه، ترجمه بالعربي. يوسف بيكتب الواجب او بيعمل الواجب. لو جيت قلت لك بالعربي شيلي يوسف وحطي لي ضمير، ينفع تشيلي يوسف وتحطي انا؟ لا طبعا. لا نحط ال جميل، هنحط ايه قبل اي حاجه؟ انا هبص على العدد هنا. الاسم ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب بما ان هو مفرد يبقى انا ما فيش قدامي الا الاربعه دول. طيب هاجي ابص هقول انا مكان يوسف ده هختار جو؟ ما ينفعش. انتوا عارفين حتى لو يوسف معانا دلوقتي في الحصه وجيت حطيت له الجمله دي ولقيته شال لي يوسف وحط لي جو، هتبقى غلط. هتقولي لي ليه؟ ما هو ده يوسف. اقول لك، وانا بتكلم عن يوسف ده، وانا بتكلم عن يوسف اللي معانا هنا في الحصه. لا انا بتكلم عن يوسف انتوا ما تعرفوش. غائب. انا بتكلم عن حد تاني غائب، ما بتكلمش عن يوسف اللي معايا دلوقتي. تمام. بما ان هو غائب يبقى انا هستخدم ايه؟ ايل. بدل يوسف ايوه، يبقى il fait le devoir، هو يعمل واجباته. تمام يا بنات، في اي حاجه صعبه؟ نعم نو نو
طيب هنخرج وندخل على نفس اللينك تاني سريعا. تمام.